ومن الفيك نيوز نروح بقى معاكم ليه قصدك ايه؟ محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك نشر تويته قال فيها في اخر ايام رمضان نتمنى ان يسامحنا كل من اسانا ليه من قريب او بعيد، وبنتمنى الخير لجميع الناس فلن يبقى الا الخير والمعروف. امنيه جميله اكيد من كهربا بالخير للجميع، لكن يا ترى كان يقصد ايه من طلب السماح من اي حد سواء اساء ليه؟ هل يقصد حد معين مثلا او مشكله حصلت بسببه او بدون قصده عشان كده طلب ان الكل يسامحه قبل نهايه رمضان؟ طبعا اكيد ده امنيه حلوه واكيد ده دعاء حلو، اتمنى طبعا ربنا يسامحنا كلنا على اي حاجه عملناها سواء ضايقنا حد او كنا سبب ان حد يكون متضايق.